عندما اكتشف نوبل الديناميت، حاول أن يكون اكتشافه في شيء يخدم الإنسان، ولكن الإنسان استخدمه في التدمير والقتل، فإن التدهور البيئي أساسه الإنسان. إن الحروب الكيميائية كما ذكرها الدكتور طلعت إبراهيم في كتابه التلوث الهوائي والبيئة تبدأ قبل الميلاد بألفي سنة، فقد استخدم في حروب الهند القديمة حواجز كثيفة من الدخان والأبخرة السامة التي تسبب الارتخاء والنعاس، واستعملت في عهد مملكة سونغ الصينية أبخرة الزرنيخ، وكانت أول دولة حديثة تستخدم الأسلحة الكيميائية فرنسا في الحرب العالمية الأولى ضد القوات الألمانية في أغسطس عام 1914 للميلاد، واستخدمت الغازات المسيلة للدموع لتقف تقدم القوات الألمانية، فكانت ذريعة للألمان، فاستخدموا الغازات المسيلة على الجبهة الروسية، وبعدها استخدم الألمان غاز الفوسجين ضد القوات الإنجليزية، واكتشف الألمان غاز الخردل الذي أصاب أكثر من 16% من الإنجليز و33 من الأمريكان. وتذكر بعض الإحصائيات أن حوالي 800 ألف جندي خرجوا من المعارك بسبب الغازات، وهذه المواد السامة عبارة عن مركبات كيميائية قادرة على تدمير الإنسان وتؤثر على الأجيال المقبلة من الأطفال في صور مشوهين جسمانياً وعقلياً. والأسلحة الكيميائية أحد أنواع أسلحة التدمير الشامل، وهدفها الإنسان والحيوان والنبات، وهذه الأسلحة الكيميائية تسبب التلوث للهواء والماء والتربة والنبات لتنتقل عن طريقها إلى الإنسان.